وإلى عباد العابدين ودهر الدارين. نكمل دراستنا لسفر ملاخي آخر أسفار العهد القديم بحسب الطبعة البيروتية اللي موجودة في إيدينا، وقلنا إن ده كان بيسبق مجيء المسيح بكم سنة؟ حوالي 400 سنة، حوالي 400 سنة. واسمه ملاكي يعني ملاخي أو ملاكي يعني مرسل. هل هو اسمه كده ولا هو واحد أرسله؟ ما مش معروفة معلومات كتير عن ملاخي النبي، ما اتكتبش عن تاني. وعشان كده ابتدى يتكلم بوعود حلوة جميلة، وكانت عبارة عن أسئلة وأجوبة، أسئلة بيسألها الشعب وربنا بيجاوب على هذه الأسئلة. ربنا يقول لهم أحببتكم، يقولوا وبما أحببتنا، ويفضلوا يتناقشوا مع ربنا، فبينوا قد ايه حجم الخطيه اللي كانت موجوده في حياتهم، لانهم حتى محبه ربنا اللي احبهم بيها والعنايه اللي كان بيعتني بيهم فيها ما حسوش بيها. وده زي ما قلت لكم كده، ان ده ساعات بيبقى لوم، ان ربنا رغم ان هو حاوطنا بعنايته، لولا كان الرب معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء. وفعلا احنا شفنا كل ده بعينينا، ولكن نعمة ربنا حوطتنا وسندتنا وحافظت علينا وادتنا فرصة ان احنا نجاهد في حياتنا مرة تانية. ابتدى في الاصحاح التاني بعد ما لام الشعب، ابتدى يلوم الكهنة، وابتدى يلوم الكهنة وده شكل كويس للكهنة، لان الكاهن اللي مش هيمشي بشريعة ربنا ويحفظ طرقه، قال له هخلي البركة اللي انت بتقولها لعنة، وانتوا نفسكم هتبقوا لعنة. ولكن هيعرفوا ان ربنا القدير هو اللي عمل كده. الحاجة التانية اللي هيتمسك بالامانة والشريعة ومش هيتهاون مع الشر، واللي هيعيش حياة مسالمة وكاملة امام الله ومستقيمة امام عيني الله، ويرد كثيرين لعمل الشر، هو ده هيدعى كاهن الله العلي. فقلنا كده ان الصورة الحلوة للكاهن ان هو فعلا يرد الناس عن الشر، وان هو نفسه يكون قدوة لكل الشعب. طيب كمان يقول لك من فم الكاهن، لان شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة. يعني المفروض ان الكاهن هو اللي يفسر كلمة ربنا اللي بيدهلنا عشان نسلك فيها، لان لو الواحد مش قادر يفهم موضوعه قوي وصلى وطلب إرشاد ربنا، ممكن ربنا يرشده عن طريق الكاهن. احنا وصلنا لحد آية 10، بعد ما بيقول ان بسبب ان الكهنة اللي ما حفظوش الشريعة دول جعلهم محتقرين ومذلين امام جميع الناس، لانهم ما حفظوش وصايا الله واللي امرهم بتطبيق الشريعة، لان هم المفروض بيمشوا بالوصية وبالشريعة اللي بيعلموها للناس عشان الناس كمان تعمل بيها. بيرجع ويقول بقى وصايا للمجتمع نفسه، بيقول أليس لنا أب واحد؟ أليس أب واحد لكلانا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ الجزء ده مهم جدا، لان ربنا خلق البشر كلهم، وكل واحد المفروض ان هو بيحفظ وصية الله. واول وصية الاولى والعظمى ان احنا نحب الله من كل قلوبنا، والوصية التانية مثلها ان تحب قريبك كنفسك. فهنا ابتدى لومر الله، بيقول ربنا اللي خلقنا كلنا هو اله واحد وهو ابونا كلنا، فبالنسبة لأخوك ده اللي انت بتغدر بيه، لان ابتدت الناس الاغنياء يدوا الفلوس بتاعتهم بربا للفقراء، وممكن ان هم يستردوا منهم اكتر من ما ادولهم، وممكن ان هم يرتهنوا ثيابهم او اولادهم، وابتدت تبقى الموضوع صعب جدا. وعشان كده بيقول لهم ازاي يغدر الرجل باخيه لتدنيس عهد ابائنا. المفروض اما واحد يحس ان اخوه تعبان، المفروض ان هو يمد ايد المساعدة. وعشان كده
أما ربنا طلب مننا وقال لنا في حاجة مهمة جدا لازم تعملوها، كل ما فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. ودعا دعا الفقراء هم إخوته، إخوتي الأصاغر. عشان كده أما نقول أليس أب واحد لكلانا، أليس إله واحد خلقنا، فلما يغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا. غادر يهوذا وعمل الركس في إسرائيل، يعني شعب يهوذا ابتدى يعمل أعمال غدر وخيانة كتيرة جوه إسرائيل وفي أورشليم. مدينة الملك العظيم أصبحت بدل ما هي مدينة مقدسة ما يخشهاش حاجة دنسة، ابتدت تتدنس بسبب هذه الأعمال، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. كان في وصية لكل الشعب ان هو لا يتزوجوا من الغرباء، يعني ما ينفعش ان حد يكون من شعب اسرائيل المختونين اللي هم معدين ومحسوبين ان هم من شعب الله المختار ان يروح يتزوج باي امرأة غريبة اخرى. لو تفتكروا ان زمان اما حب بلاق ان هو يغلب شعب اسرائيل ويهزمهم، عمل حاجة، راح اخذ مشورة من واحد اسمه بلعام. فبلعام قال له عايز الشعب، عايز تقدر تغلب الشعب، لان كل ما كان يجي يلعن الشعب ربنا يبارك الشعب على فمه. فقال له عايز تغلب الشعب طلع البنات المؤابيات، واما شعب اسرائيل الشباب يخطئ معاهم هتبص تلاقي ربنا يتخلى عنهم، لان هو عارف ان الله لا يطيق الشر والاسم. فاما يبقى انسان احب الشر وعاش فيه تبص تلاقي ربنا يتخلى عنه. ليه؟ لان الله قدوس ولا يطيق الشر. فعمل ايه؟ اما راحوا المؤابيات وزنى معاهم شعب اسرائيل مات عدد كبير منهم، وساعتها انهزم شعب اسرائيل امام المؤابيين. ده يدلنا درس ان ساعات الانسان بسبب عدم طهارته بتبص تلاقي البركة تقل من بيته، او ممكن تلاقي مشاكل كتير تحصل حواليه، لان روح ربنا ما بيبقاش قوي فيه. روح ربنا يحسه دايما على تقديم التوبة، ولكن اذا استمر في عنده مقاومته لصوت ربنا تبص تلاقي ربنا ساعتها يبعد عنه، لانه بيقاوم عمل روح ربنا او بيطفئ عمل روح ربنا اللي في قلبه. ربنا يلهب قلب الانسان لتقديم توبة ويحذر الانسان قبل الخطية، زي ما شفنا كده اما جه قايين يخطئ الى اخوه ربنا حذره قال له انت جواك حقد كبير على في القلب، خطية رابضة بس انت تسود وتتسلط عليها، ولكن ما سمعش لصوت ربنا وراح اخطأ وقتل اخوه. فساعات كتيرة الواحد يبص يلاقي اما يجي يعمل حاجة غلط يحس ان في حد بينبهه يقول له خلي بالك ما تغلطش. لو استمر تبص تلاقي ايه تنزلق، يقول لك الصديق يبصر الشر فيتوارى اما الخاطئ يمر فيعاقب. ايه اللي قعدك قدام المناظر دي؟ ايه اللي خلاك تتفرج على الحاجات دي؟ ايه اللي خلاك تسمع الحاجات دي؟ ايه اللي عرفك على الناس دي اصلا؟ تبص تلاقي طلعوا المؤابيات وفرحوا بيهم شعب اسرائيل فوقعوا في الخطايا وتخلى الله عنهم، فزنوا وتخلى الله عنهم فانكسروا. وهنا بيت يهوذا نجس نفسه بسبب ايه بقى؟ بسبب ان هم ابتدوا ياخدوا نساء غريبة، نساء غريبة من الامم اللي هم بيعبدوا الهة غريبة. تبص تلاقوا كانوا بيعبدوا البعل ويعبدوا عشتروت ويعبدوا، لدرجة لو تفتكروا في حياة سليمان اما تزوج بنساء غريبة واجنبيات رغم وصية ربنا حصل ايه؟ عمل لهم معابد وبخر على المرتفعات وعمل حاجات ما كانش تليق بالرجل الحكيم اللي هو أحكم أهل الأرض.
يقول كده: غدر يهوذا وعمل الركس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه. خلي بالك بقى إن ربنا أحبك، ربنا أحبك وادالك البنوة، فما تاخدش هذه النعمة العظيمة وخلاك جسد من جسده. فينفع ناخد أعضاء المسيح ونجعلها أعضاء زانية زي ما بيتقال في كورنثوس؟ حاشا، ما ينفعش. لأن من التصق بامرأة فيصير هما إيه؟ جسد واحد. طيب إذا كانت امرأة كمان غريبة، ده أنت كده يعني إيه؟ بعدت عن ربنا خالص. وده اللي كان بيحذر منه ربنا. لكن في نوع من الزنا تاني اسمه الزنا الروحي. يعني ايه؟ معروف ان دلوقتي ما فيش اوثان كتيرة يعني موجودة في مصر، يعني حد بيعبد اوثان او حد بيعبد ترافيم او حلاجات زي كده. ولكن في عبادات تانية بقت موجودة. يعني ممكن تبص تلاقي واحد يحب الفلوس جدا اكنه بيعبدها، او واحد يكون بيحب ذاته جدا اكنه بيعبدها، او واحد يكون بيحب ممتلكاته جدا واللي يجي ناحيتها يبقى لانه بيعبدها. لدرجه ان النهارده يعني في اعتقادي كده ان الموبايل بقى جزء من العباده بتاعت بعض الناس، ان هم من كتر ما بيقعدوا قدامه ومش بيقدروا يسيبوه ومش بيقدروا، يقول لك ما عنديش وقت اصلي. طب ما عندك، ممكن يكون قاعد بالساعات على حاجات ممكن ما تكونش تستاهل انه يقضي وقته فيها. فهنا ممكن يتزوج ببنت اله غريب. يعني ايه؟ اما بنقول الزنا الروحي معنى كده ان كان شعب اسرائيل يقدم عبادات للاوثان وللالهه اللي حواليه، وعشان كده كان ربنا بياتي غضبه على ابناء المعصيه. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. يعني ايه بقى؟ يعني النتيجة الحتمية لإنسان فسد ان ربنا هيقطعه من وقالها لنا ربنا يسوع المسيح كده، قال لنا: انتم الكرمة، انا الكرمة وانتم الاغصان. كل غصن لا يأتي بثمر يعمل ايه؟ يقطعه. وقال في يوم كده، قال: قد وضعت الفأس على رأس الشجرة. طيب والشجرة التين غير المثمرة عمل فيها ايه؟ لعنها، فيابست التين من الحال. فنخلي بالنا ان لازم نكون مرتبطين بربنا ارتباط وثيق، لان ممكن الانسان اللي بيستمر في الخطية وبيدي ظهره لطريق ربنا ممكن يجي في يوم من الايام تقطع تلك النفس من شعبها. والمقصود بكده اكتر مين؟ اما يجي واحد مثلا مسيحي ويرتبط بانسان مش مسيحي او انسانه مش مسيحيه ويقول لك هو في ايه المانع؟ كل واحد هيفضل على دينه. لا، احنا مش في اوان الورد دلوقتي، انت هتاخد الشوك بتاع الورد، هتاخد الشوك ومش هتاخده انت، ده انت هتعمله اكليل وتحطه على اللي بيحبك اللي هو مين؟ ربنا يسوع المسيح. عشان كده خلوا بالكم ان ممكن تكون الميديا بتصدر لينا حاجات كتيرة عشان تبين للناس ان الموضوع ده عادي، ولكن هو مش عادي ابدا. لان ربنا هنا بيقول لهم: ده انتوا نجستوا بيتي، وتقطع هذه النفس من ايه؟ شعبها. ربنا يسوع المسيح برضو عرفنا كده وقال لنا: اي شركة للنور مع الظلمة، او للمسيح مع بليعال. اذا كان انسان عايش في النور فيكمل حياته في النور. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب. يعني كل واحد ايا كانت مكانته. الساهر ده اللي كان بيمشي يحرس حراسات الليل في وسط خيمة الاجتماع. طب ومين التاني؟ المجيب اللي هو اللي بيسمع ليه. كمان التفسير يقول ايه؟ يقول الساهر والمجيب بمعنى الانسان اللي بيعلم الخطايا دي والانسان اللي بيسمع له وبيعمل بيها او يمشي فيها. زي ما تقول واحد يقول له: فلان مرتبط بفلانة وهي مش مسيحية، يقول: وايه يعني؟ وايه يعني؟ ازاي وايه يعني؟
هيضيع ويضيع نفسه وينهي على نفسه حياته الأبدية بسبب إيه؟ بسبب نزوة أرضية ولحظات في الخطية. عشان كده يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا. لا شركة للنور مع الظلمة، لأن مرة حد جه تقول انفصلت من زوجي من 30 سنة، وبعدين أما ما عرفتش أخد طلاق عن الطريق المحكمة في الكنيسة، المحكمة والكنيسة، اتجوزت عن طريق كنيسة تانية. ما عندهمش سر الزواج يعني، هما كده مع بعضيهم يعني. فالمهم بعد ما اتجوزت الزوج ده طلع عينيها واخد اللي في ايديها، فعايزه ترجع الكنيسه الارثوذكسيه وتاخد ورقه تثبت ان هي ايه من الكنيسه الارثوذكسيه، عشان تعمل ايه بقى؟ وتقول لي لا ده انا مواظبه على التناول. ايه رايكم؟ مواظبه ازاي على التناول وانت متجوزه واحد غير جوزك وعايشه في خطيه وحياه يعني ما ترضيش ربنا؟ طول ما انتوا كده انتوا الكهنه اللي بتزودوها في وشنا وبتطردونا من الكنيسه. طب ما هو مين اللي بيقطع هنا؟ انا اللي بقطع ولا ربنا اللي بيقطع؟ بيقول لك يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من غيابه. يعني انا لو قلت لها ماشي اللي انت بتعمليه، المفروض ان انا نفسي ابقى ايه؟ ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. يعني حتى لو جه يقدم ذبيحة يقول لك كده تقدسوا وتعالوا معي للذبيحة. إذا كنت ماشي في الشر لازم تتوب عن الشر وتعالى لربنا، ولكن ما تقولش أنا ماشي في ده مع ده. عارفين اللي يقول لك أنا بحب أمسك العصاية من النص، أو ساعات بمشي مع ربنا بس ساعات تانية يعني خروجة حلوة، قعدة لطيفة، كاسين مش عارف مفهمش حاجة. لا، اي شركه للنور ايه؟ مع الظلم. وقد فعلتم هذا ثانيه مغطين مذبح الرب بالدموع والبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمه بعد. يعني ايه بقى؟ يعني رغم ان هم عرفوا الشر ده زمان، وان الزواج باجنبيات كان جالب غضب ربنا وندموا وطردوا كل الاجنبيات اللي كانوا عندهم، إلا أن هم رجعوا وأخذوا أجنبيات تانية وتزوجوا بيها، فكرروا نفس الشر اللي أغاظوا بيه ربنا. يعني ساعات واحد ربنا يخلصه من خطية ويفضل يصرخ لحد ما ربنا يبعده عنها، ويروح يوقع نفسه في خطية أوحش تاني منها. وعشان كده بيقول لك إيه بقى؟ يرجع بالبكا والصراخ والدموع على المذبح ولا تقبل التقدمة. ليه بقى؟ لأنه استهان بالرب، استهان بقدوس إسرائيل. ولا يقبل المرضي من أيديكم. إحنا قلنا إن كانوا الكهنة بيقربوا الأعمى والأعرج والسقيم ذبيحة، ده حتى لو قدم ذبيحة سليمة مرضية، المفروض إن هي تبقى مرضية، ربنا مش هيقبلها من إيديهم. ده بسبب إيه؟ بسبب أعمال إيديهم. لأن ما بيجي الإنسان يقدم ذبيحة حتى لو كان مختلف مع اخوه، يقول له اذهب اولا اعمل ايه؟ اصطلح مع اخيك. عشان اصلي معلش اصل انا متخاصم ومش هقدر اتكلم بصراحه. طب ما انت مش هتقدر تتناول، انت ليه بتقطع نفسك؟ انت بتقبل القطع ليه؟ ده انت بدل ما تقول ده انا هدوس على نفسي عشان خلاص نفسي. ولكن ساعات الواحد بسبب تهاونه يقطع نفسه. قد فعلتم هذا ثانيه مغطين مذبح الرب بالدموع والبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من أيديكم. فقلتم لماذا؟ يعني بص بعد ما عاملين كل ده يرجعوا ويقولوا له طب ليه؟ ليه بتعمل معانا كده؟ يقول له كده من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. يعني الجواز مش عقد، يقول لك عقد قران، احنا ما عندناش عقد قران، احنا بنعمل ايه؟ عهد. العهد بيتعمل قدام ايه؟ المذبح، ونقول له استلم
يسوع المسيح اوهبها ليك وبايد الكاهن سلمها لك. هنا ده اسمه ايه؟ عهد، لان بيخش فيه الله. العقد ممكن اتنين يعملوا عقد في اي حته، ما عندناش حاجه اسمها زواج مدني. احنا بنوثق الزواج اللي فيه عهد مقدس امام الله، نوثقه فين؟ مدنيا. ولكن الزواج عندنا ده عهد. اخدتوا بالكم من كلمه لان الله هو الايه؟ الشاهد. يعني ربنا بيشهد التصرفات بتاعتك مع امرأة شبابك. اما يكون ربنا وهبك امرأة عشان يقول لك كده انت المسؤول عنها بعد والديها، وهي يقول كوني خاضعة له كما كانت امنا سارة خاضعة لابونا ابراهيم وتكون له. فهنا ده عهد مقدس، ومين الشاهد عليه؟ في البداية يقول له كده انت في هذه الساعة المباركة امام مذبح رب السبعوت تستلم زوجتك بنية خالصة وقلب سليم. نية خالصة وقلب سليم، ما ترجعش تقول ده فيها وفيها. يقول لك طب مش عرفني ان دي اللي اختارها لي ربنا. طب ما انت كنت قدام المذبح وانت طلبتها وربنا استجاب لك. وعشان كده ممكن بسبب ده يحصل خلافات كتيرة في البيت، لان واحد ما صنش العهد وفاكر يقول لك معلش اصل انا اتخصمت او زعقت لمراتي الصبح وانا نازل بس عايز اتناول. تتناول ايه؟ تتناول ايه؟ او واحدة تكون لسه معكننة عليهم في البيت وسايبة الخميرة بتاعت العكننة لسه شغالة في البيت وتنزل تقول اما اروح احضر القداس. تحضري قداس تعملي ايه؟ إن ما كانش الواحد ينقي قلبه من الخميرة العتيقة، من عمل الشر، من إن هو يخون هذا العهد اللي تعهد بيه قدام ربنا، يبقى صلاته مش مقبولة. وعشان كده يقول له كده من أجل إن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. الكلام ده من العهد الإيه؟ القديم. لأن من البدء خلقهما ذكرا وانثى. وعشان كده اللي يقول لك اصل انا مش نفعاني، انا مش بقدر اعيش معاها، مش متفاهمين، هو ده وعايز طلاق فعلا لا طلاق الا لعله الزنا. طب والمحاولات الكتيره اللي بتعملها الناس دلوقتي، لو اتحايلت على القانون الالهي انت اللي بتحصد النتيجه الغلط. يعني ايه؟ خلوا بالكم ان في يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، يعني الانسان واللي بيسهل كده برضه بيقطع هذا الرجل. بس بيقطع منين بقى؟ ممكن يفضل في الارض زي ما هو، لكن يقطع من اسمه من دخول الملكوت. عشان كده في ناس ممكن ان هي تتمثل او تمثل لحد ما تاخد طلاق بشكل او باخر، ولكن الطلاق ده مكروه عند ربنا زي ما هنشوف. لان مين هو شاهد؟ الله الذي هو شاهد بينك وبين امرأة شبابك. ربنا اداك زوجة يقول لك كده لتكون معينة نظيرك. نظيرك يعني في نفس الايه؟ المستوى، مش ناظر عليك ولا انت تسود عليه. تسود عليها بالحب وبالرعاية وبالاهتمام، مش بطول اللسان والعصبية ولا هي كمان تقدر ان هي بدل ما ترعاك وتهتم بيك وتكون طوع ليك ان هي تنكد عليك وتوريك. يعني اللي هو ايه بقى؟ هتعمل اللي تقوله ولا تشوف الوش التاني؟ تبص تلاقي وش التاني مكرمش كده وشوية نكد في البيت يخلوا الواحد ايه؟ مش قادر يستحمل. خلوا بالكم لان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. اما يجي واحد كان يجي شعب اسرائيل كده اما مراته تكبر شوية يدور على واحدة تانية صغيرة يتجوزها. فهنا ده يقول له دي امرأة شبابك اللي انت كبرت معاها واللي انت عشت وياها، فلا تغدر بها لانها ده العهد اللي انا تدخلت فيه وسمحت ان انتوا تكونوا ايه؟ واحد. اذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد. افلم يفعل واحد، يعني هو مش خلاهم واحد،
يعني بعد ما كانوا اتنين مش بقوا واحد، وله بقية الروح. يعني لو لسه واحد فيه بقية روح، لو لسه واحد عنده عقل، بقية روح أو بالتفسير آخر إن لسه واحد عنده عقل، ممكن يغدر بامرأة شبابه اللي دخل فيها مع في عهد قد أمام الله؟ ولماذا الواحد ليه يعمل كده؟ ليه لازم يحافظ على هذا العهد؟ لأنه طالبا زرع الله، فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. لأنه طالب زرع الله، كلمة زرع الله دي مش معناها إن الزرع لا، زرع الله لأن يقول كده عن التزاوج كخلافة الزرع. فهنا إن يدلنا نسل مقدس من قبل الله كخلافة الزرع، يعني أكن التزاوج اللي فيه زرع. فيقول لك احذروا لروحكم، اللي طالب نسل طاهر ونقي وعايز أولاده يطلعوا مباركين، لو شافوا خلاف ما بين الزوجين وشافوا عصبية ما بين الطرفين وشافوا انفصال وشافوا، طب دول هيطلعوا شكلهم ازاي؟ احدى الدراسات اللي اتعملت الفترة اللي فاتت ازاي بيقدم كتير من المراهقين على الانتحار، وطلع السبب الكبير بسبب الخلافات الزوجية داخل البيت، بتخلي الاطراف غير مطمئنين، فبتخلي الشباب عايزين يتخلصوا من حياتهم لانهم لم يشعروا بالمحبة داخل البيت. والدراسة كانت على عدد كبير، سواء انتحار كمل او محاولات انتحار. وده بيبين قد ايه ان كلمة ربنا الحية الفعالة ممكن تحمي الانسان من هذه الاضرار. اذا كان واحد بيصون العهد ما بينه وبين امرأة شبابه، واذا كان بيحافظ على هذا النسل الطاهر المبارك اللي ربنا ادهوله، واذا كان قدوة لاولاده في حياته، في صلواته، في نقوته، في طهارة لسانه، في معاملته الحلوة مع الناس، تبص تلاقي ده يخلي أولاده مباركين قدام ربنا، والعكس صحيح. ساعات احنا بنفتكر ان احنا بنعلم أولادنا بالكلام، ولكن الأولاد بيعملوا اللي انتوا بتعملوه مش اللي انتوا بتقولوه. شفت كده واحد من الآباء دخل ومعاه ابنه طفل صغير يدوبك ابتدى يمشي، وأول ما دخل راح الأب سجد قدام الهيكل، راح الابن عمل ايه؟ سجد قدام الهيكل بالظبط. تخيل لو الأب ده بيتكلم في الكنيسة هيعلم ابنه ايه؟ يتكلم في الكنيسة. لو داخل وجايب له شيبسي معاه في الكنيسة وبيبسي خلاص كنيسة ايه بقى؟ الأولاد بيعملوا اللي احنا بنعمله. لو مخافة ربنا في قلبنا وسكن ربنا في قلبنا، هتبصوا تلاقوا ان اولادنا يطلعوا مباركين. وعشان كده يقول لك يرزقك الله اولاد مباركين يقر الله بهم عينيك. ليه بقى؟ بيقول لك لا يغدر احد بامرأة شبابه، يقول لك لانه يكره الطلاق، قال الرب اله اسرائيل، وان يغطي احد الظلم بثوبه، قال رب الجنود فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. تاني مره يقول احذروا لايه؟ لروحكم. لان ممكن روح الانسان تبص تلاقي تبقى محبوسه في هذا الشر العظيم بسبب هذه الخطيه الكبيره، خطيه الغدر بامراه شباب. ونخلي بالنا كده عشان ساعات الناس بتستسهل، الاخصائيين النفسيين اللي بيشتغلوا دلوقتي بيستسهلوا، يقول لك انتوا مش عارفين تعيشوا مع بعض، خلاص كل واحد يروح لحاله، وثلاث سنين ولا خمس سنين وتبص تلاقي اكن الموضوع سهل. الايه دي راحت فين؟ الله يكره الطلاق. يعني اما يكون ربنا بيبغض حاجه وبعدين يجي يقول لهم كده موسى أذن لكم بسبب قساوة قلوبكم، يعني لما كان واحد يبقى عايز يتجوز تانية ومش عايز زينه يطلق كان يقتل مراته، قال له لا، بدل القساوة دي أنا هديلكم إن أنتوا تدوا لها كتاب طلاق وتسيبوها، ده بسبب قساوة قلوبكم. وبعدين يقول لك وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، أما إنسان يبقى هو أكنه ظلم
متغطي بالظلم. يعني ايه بقى؟ عايش بسبب الخطية في ظلم كبير للطرف الشريك معاه والمفروض ان هو مؤتمن عليه. التفسير الثاني للحتة دي بيقول ان الظلم ده ان اما يظلم الرجل امرأته بمعنى ان هو يكون قاسي وعنيف معاها. يعني ساعات ممكن واحدة تيجي تقول لي اصل جوزي ضربني ومزرق لي ايدي. مزرق لي ايدي ازاي؟ تمد ايدك ازاي؟ تمد ايدك؟ مين اللي جاب لك الفكرة الغير طاهرة دي؟ هما ملائكة وقدسين هيعرفوك كده ولا انت بتتعلم من شرائع تانية وبتتفرج على معلمين اخرين؟ الكنيسة بيقول لك ما فيش حد بيهين جسده بل يقوته ويربيه. ازاي تمد ايدك؟ ازاي تكون عنيف كده؟ ازاي تعمل الشر العظيم ده قدام ربنا؟ ربنا ائتمنك على حاجة تهينها؟ والاكتر كمان ان ممكن تكون زوجات هي كمان اللي ايه؟ اما يجي زوج يعيط يقول اصلها ضربتني، يعني تبقى حاجة صعبة. مش المقصود ان احنا مجرد الكلمة الاهانة والكلام اللي فيه اذلال والمعاملة الغير نقية، كل ده مكرهة امام الرب. لان مين اللي بيشهد؟ الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. ما تستقواش بالجسد. هما صحيح في منهم سريع الطلقات وسريع الاستفزاز، ولكن خلوا بالكم العصبية، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. واذا كنت في الغضب بتقول الفاظ صعبة او ممكن تمد ايدك، فخلي بالك لان في شاهد عليك ان انت ما كنتش امين مع امرأة شبابك. وفي الاخر يقول لهم قد اتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما اتعبناه. يعني بصوا بعد كل ده ومش عارفين هم تعبوا ربنا بايه. ربنا بيقول تعبتوني، اما الوصية بتاعتي مش بتعملوا بيها، والكهنة مش بيقدموا السليم، وحتى ما بتقدموا السليم بتكونوا عايشين في خطايا، مع ان رجعتوا عدتوها تاني شفتكم وبعدتوا عنها ورجعتوا عدتوا نفس الخطايا مرة تانية، وبعدين ترجعوا تقولوا طب وبما اتعبناك. بصوا يقولوا ايه بقى كمان؟ يقول بقولكم ان كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب هو يسر بهم. اين هو اله العدل؟ ساعات كتيرة بنسمعها من الناس، ده الناس اللي مش عايشين مع ربنا بيكسبوا وعمالين يجيبوا في عربيات وعمالين يزدادوا في غنى، واحنا اللي عايشين مع ربنا عمالين ايه؟ نشيل التعب. اللي عايز يعرف الاجابة بتاعت الكلمة دي يقرأ مزمور 73 ومزمور 37. مزمور 73 ومزمور 37. واحد بيقول له يا رب لماذا اطمأن كل الغادرين غدرا؟ لماذا تنجح طرق الأشرار؟ يقول له أكلمك يا رب من جهة أحكام عدلك. هنا هم بيقولوا أين العدل؟ فين العدل؟ أما يبقى واحد شرير وظالم ومفتري وعمال يزيد، ومع ذلك الإنسان اللي ماشي ببره عمال يقل. خلي بالك أنت بتحكم على أي زمن؟ الزمان الحاضر، لكن في المستقبل القريب مش هيكون موجود. في السماء ربنا ليس بظالم، وعشان كده ما عندوش محاباة ومش هيحابي بالوجوه. ويقول لك كده في سفر الرؤيا في الآخر، يقول لك من هو ظالم فليظلم بعد، من هو نجس فليتنجس بعد، من هو بار فليتبرر بعد، وكل واحد يختار. هتصون امرأة شبابك؟ هتعيش بطهارة ونقاوة؟ هتسلك بحسب وصية ربنا؟ هتعيش بنقاوة داخل بيتك وباهتمام حقيقي مع أولادك إن أنت تعرفهم طريق الحق؟ ربنا هيرفعك لهذا المستوى الحلو إن أنت تتمتع بهذه الخيرات العديدة. ولكن حتى عن الخير وعملت الشر في عينيه وكنت إنسان غدار سواء بأخيك أو بالامرأة اللي ربنا ائتمنك عليها،
خلي بالك لأنك بيقول لك هتقطع هذه النفس من الشعب. ربنا يدلنا إن إحنا نكون أوفياء للعهد، ودايما كل واحد كده يفكر نفسه بالعهد اللي تعهده قدام مذبح ربنا، لألا يكون في يوم من الأيام قلب عقله ومشي خطأ وغلط قدام العهد اللي عهد بيه ربنا. ربنا عارف فكرك، عارف مشاعرك. اصل واحد يقول اصل انا لا، ما كانش فيه افعال بس هي شويه مشاعر. طب ما المشاعر دي غلط، ما المشاعر ديش ربنا شايفها، ما ده ربنا هيحاسبك عليه. ان ما كنتش تقدم توبه وتقر بالخطيه ما ربنا هيحاسبك عليه. وعشان كده نخلي بالنا ان ربنا هو الشاهد بينك وبين امراه شبابك فلا تغدر بها. ونفس الحكايه بالنسبه للزوجه، ما يكونش فيه اصل ده راحه، ده كلام في التليفون بس. راحت ايه وكلام في التليفون ايه؟ ما هو نظره فابتسامه فما عاد فلقاء. ومره تقول اصل هي افكار بس، اصل هو فعل بس مره واحده. ما خلي بالك لالا يكون ده بتجلب على نفسك الشر وبتجلب على بيتك الغضب وبتجلب على نفسك القطع اذا استمريت في الشر واستمريت في الحياه. ربنا يرحم. اتفضلوا نصلي.